في هذا التسجيل أنهي تحليل قصة مزرعة الحيوانات لأنتقل إلى معالجة قصة أخرى لجابرييل غارسيا ماركيز، النوعية، التي هي قصة موت معلن أو وقائع موت معلن. الآن أكمل عن قصة مزرعة الحيوانات، وقبل أن أريد تلخيص ما جرى في هذه القصة، أريد أن أكمل قليلا بعض الأمثلة الواقعية السياسية الحالية التي هي إسقاط عما تحدث به جورج أورويل في هذه القصة. قلنا في السابق أن الزعيم، زعيم الحيوانات الذي نصب نفسه زعيما بعد أن قضى على الباقين، وكيف قضى على الباقين؟ أشاع أن هناك مؤامرة تمسه، أنه تسمم فأعدم معارضيه، وأشاع أن أحدا ارتكب الخيانة العظمى ضد الوطن لكي يشن حربه، حرب إبادة على الحيوانات، رغم أن في الدستور كان يقول أن لا حيوان يقتل حيوان آخر. وهنا أريد أن أعرض بعض الأمثلة. أبدأ بمثل عالمي عن كيفية استغلال حدث وواقع وحادث أليم كجريمة ضد البشرية لتنفيذ سياسات أمريكية في المنطقة. إن كانت هذا الحادث هو مؤامرة أو لا، في مذكرات دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الذي غزا العراق يقول حرفيا إن الرئيس جورج بوش صار مقتنعا بعد أحداث أيلول أن الأمريكيين اقتنعوا أو صاروا جاهزين لدخول أمريكا في حرب خارجية ضد العراق وضد الإرهاب. إذن استغلوا هذه الزريعة، وخاصة يقول أيضا، يضيف رامسفيلد، شعر الأمريكيين أنهم مهددين بأسلحة الدمار الشامل العراقية فقبلوا تدخل أمريكا. وهكذا هنا في مزرعة الحيوان، عندما بث نابليون الخنزير ملك الحيوانات روح الخوف لدى الحيوانات بأن هناك مؤامرة وخيانة تحاك ضدهم لكي يقضي عليهم جونز فريدريك، أو مؤامرة داخلية لكي يسممونه، وترى كيف سيعيش الحيوانات إذا مات جونز. فكانت هذه سبب لقتل الآخرين، ولم يجد وسيلة لترسيخ طمأنينة لدى الناس ولترسيخ حكمه، غير أولا ترسيخ حكمه ليطمئن الناس، وثانيا بواسطة يعني ترسيخ حكمه بواسطة القضاء على الآخرين. وسأحاول أن أضع الرابط الذي يتحدث فيه رامسفيلد عن هذه الواقعة في التعليقات. هناك مثل آخر محلي في لبنان يظهر كيف أن البعض أيضا بواسطة مؤامرة وهمية قضى على
منافسيه، كما قضى نابليون على منافسيه كرة الثلج، وليس كرة الثلج فقط بل أتباعه. بعد الحرب الأهلية ومؤتمر الطائف، الكل كان عليه أن ينصاع للوحدة التي كرسها اتفاق الطائف. وكان هناك حزب مسيحي يرأسه سمير جعجع، كان مترددا في الدخول بهذه الوحدة، بوحدة أي وحدة الدولة، فهو كان زعيم حزب يقال إنه ميليشيوي، فتردد ولكنه سلم سلاحه للدولة، رغم كان أنه كان متوجسا من أن يسيطر على الدولة تيار ربما عروبي ربما إقليمي سوري وإلى ذلك. فماذا فعلت الأجهزة الأمنية؟ أولا اللبنانية أقنعت الأجهزة السورية أن هذا الرجل هو حجر عثرة في هذا الاتفاق، وتحديدا في بناء الجيش لما له من أنصار لدى الجيش وأموال، كما اعتبرت الأجهزة اللبنانية، قد تعيق بناء جيش موحد غير قائم على طائفية، وربما يأتمر بأوامر إقليمية خارجية لضرورة المرحلة وضرورة تجاوز الحرب الأهلية التي أيضا اقتنع بها البطريرك الماروني بضرورة كضرورة، أي اقتنع باتفاق الطائف والوحدة ووحدة الدولة كسبيل، رغم احتمال سيطرة قوى إقليمية على لبنان بسبب تجاوز الحرب الأهلية. إذن هذه القوى الإقليمية، هذه الأجهزة الأمنية أقنعت الأجهزة السورية أن هذا الرجل حجر عثرة في هذا الاتجاه، فنفذ عمل إرهابي في كنيسة في المنطقة المسيحية في منطقة كسروان التابعة لسمير جعجع، والتي بأغلبيتها مسيحيين، في داخل كنيسة، واتهموا سمير جعجع نفسه بأنه هو من وضعها، وحبكوا قصة وكهدف لفعله هذا أنه فعل ذلك ليؤمن، ليتخذ هذا التفجير في الكنيسة كذريعة للاستقلال وكحكم ذاتي وكانفصال عن اتفاق الطائف والوحدة، وحدة الدولة. وذهبوا إلى البطريرك الماروني الذي كان له علاقة جيدة مع سمير جعجع قائد هذا الحزب، وأظهروا له الوثائق، ولاحقا سوف نرى أن هذه وثائق مركبة، ولكنهم أظهروا له الوثائق كي يتخلى عنه وكي لا يستطيع أن يتكلم شيئا. لماذا؟ لأن هناك مؤامرة وخيانة عظمى ضد الوطن وضد المسيحيين، فتخلى عنه، وهكذا استطاعوا أن يحاكموه ويسجنوه. ولكن الذي حصل أنه في أثناء المحاكمة تم تبرئته، لأن الملف كان فارغا في الأساس، ولا أدلة لتورط سمير جعجع في هذا التفجير الكنيسة. ثم عندما تبينت براءته كشفوا له قضايا
وجرائم قديمة حاكموه فيها وسجنوه، رغم أنه بعد الحرب ومنذ اتفاق الطائف صدر عفو عام عن كل جرائم الماضي. إذن هذا بالضبط ما جرى في مزرعة، في قصة مزرعة الحيوانات. إذا التلخيص، كان هناك صاحب مزرعة اسمه جونز، كان يعامل الحيوانات بمزرعته بشكل سيء كثيرا ولا يطعمهم، وفي مرة وهو كان يسكر ويشرب الخمر نسي إطعامهم فثاروا عليه بعد أن صبرت الحيوانات كثيرا. وهنا أعلق إنما للصبر حدود، وإن الثورة تراكمية، هذا ما قاله ماركس في دعامة من دعائم المادية الجدلية، المادية التاريخية. الكمي يصبح نوعي، إذن الثورات تحدث عندما تتراكم المظالم فتحدث الثورة. رأينا في الثورة السورية هكذا، في الثورات اللبنانية، في الثورات الجزائرية، في الثورات التونسية. إذن كما تحتبس المياه ثم تتفجر في ثانية واحدة، هكذا حصل. وبعد هذه الثورة الدموية خاصة في سوريا، يأتي اليوم فنانون وبعض السياسيين يقولوا لماذا؟ لأن بعد أن تفجرت الثورة تأتي مرحلة بالدارج نقول همدان، يعني أي هدوء وخمود للثورة كما خمود للبركان. يتحدثون الآن لماذا عملنا كل هذه الثورة، وما كان لنا أن ننتفض، يعني كان يجب أن نفتش على وسائل أخرى، رغم أن هذه الوسائل الأخرى الديمقراطية هي منعدمة. وهذا يفسر أن الديمقراطية هي أسلم أكثر الوسائل سلمية للتغيير. عندما تنعدم الديمقراطية يصبح التغيير ثورويا. ونسأل الحكام لماذا لم تسمحوا بالديمقراطية وتجنبوا الثورات الدموية؟ طبعا يقولون نحن أساسا ضد التغيير، فمن الطبيعي أن لا يقبلوا حتى بالديمقراطية، لأن الديمقراطية في هويتها هي وسيلة من وسائل التغيير وإن كان السلمي. إذن أكمل، عندما ثارت الحيوانات تولت الخنازير إدارة العمل في المزرعة وتنظيمه، وأرثوا مبادئ التفاني في العمل والمساواة في العمل والمساواة بين الحيوانات لإقامة مجتمع جديد مليء بالرخاء والعدل، وتسود فيه المحبة والإخاء. وكان يرفع هذه الشعارات ويصوغ مبادئها أحد الحيوانات. وهذا طبعا بالضبط هو يمثل كارل ماركس كما أراد أن يصوره جورج أورويل. ولكن هذه الشعارات الثورية تحولت إلى سكاكين لسلطة على رقاب الناس، واستبعدت الحيوانات من قبل قلة قليلة من الخنازير، وباسم الرخاء جاعت الحيوانات، وباسم العدالة ظلمت، وباسم المستقبل كممت أفواه الحيوانات. وهنا أريد أيضا أن أورد مثل أن الحيوانات، ثلاث حيوانات هم عندما استلموا السلطة
فرضوا العودة، عودة باقي الحيوانات إلى التقشف، واستأثروا بالحليب، هو يقول بالحليب، وقالوا نحن نستأثر بالحليب لا لأننا أنانيون، ولكن لأننا نريد أن نبقى أحياء لكي نخدم الحيوانات، ولأن الحيوان نحن إذا ذلنا فماذا سيحصل بالحيوانات؟ سيدب فيها الفوضى. وهذا دليل على أن التوتاليتارية تعتقد أنها هي التي تدير الناس، ولا تستطيع الناس أن تدير نفسها بنفسها. وأريد أن أورد هنا مثل عن استئثار الحكام بالثروات وبالصلاحيات وبالمطامع. في لبنان منذ وقت قريب وبعد جائحة كورونا، أثناء جائحة كورونا، طلبوا لقاحات من أمريكا ومن عدة دول، وجاء كما يقولون أفضل اللحاقات اللقاحات أولا. فقامت لجنة بجدولة إعطاء هذه اللقاحات، وقالت إنه يجب أن يأخذ اللقاح أولا المسنون. لماذا المسنون؟ لأنهم أكثر عرضة للإصابة بكورونا، مع أنه كان يجب أن يعطوا ربما للذين يذهبون إلى العمل، لأن الذين وهم من الشبان، لأن الذين يذهبون إلى العمل هم الذين يصابون بكورونا وينقلونه إلى الشيوخ وأهلهم الذين من في الثمانينات من السنين وما فوق. ماذا فعلوا؟ قالت اللجنة لا، يجب أن نعطي الأفضلية للذين هم في من 70 وما فوق. رغم هذا أن هذا لم يحصل في أي دولة في العالم، مثلا في الإمارات لم تراعى هذه الإجراءات، لأن لا لزوم لها أساسا. قالوا الذي يريد فليتفضل ويأخذ، هذا الأفضل. ولكن ماذا كان خلف هذه القرارات إعطاء اللقاحات للمسنين؟ أن السياسيين في لبنان من مجلس نيابي ووزراء وحكام هم مجملهم من 70 وما فوق، فكانت هذه كذبة. الإجراءات وإجراءات البدء في 70 سنة ومن فوق كذبة للحكام لكي يستأثروا بهذه اللقاحات. إذن أكمل، كان يدير خنزيران المزرعة ثم طرد أحدهما الآخر، يعني نابليون طرد كرة الثلج، وتم ذلك بمساعدة كلاب المزرعة، كلاب الرجال الأمنيون الذي كان يربيهم نابليون ويعطيهم الأموال. يعني هم أمن خاص لحاكم رسمي، وهم كانوا يعملون لحسابه الخاص. وتم اختيار وإنشاء جهاز إعلامي هو اللقلاق، وظيفته تبرير دائما وتمرير سياسات الخنزير الحاكم وإقناع الحيوانات بحكمة قراراته وعظمتها، وأن هذه القرارات هي لصالح الحيوانات من أجل غد أفضل لهم، ولو كانت على حساب مصلحتهم الخاصة، إلا أنها لصالح المجموع. هذه أفكار أيضا المجتمع التوتاليتاري الذي يؤثر المصلحة العامة على الخاصة. انتهى زمن النقاشات والتصويت على القرارات باستبداد الحاكم الذي لم يعد يظهر في المناسبات. أولا، في بداية هذه الجمهورية بين مزدوجين كان هناك تصويت برفع الأيدي والأرجل نعم والأيدي فقط لا، حتى هذه بعدما أن استحكم، أي هناك أي نابليون تمكن لكي يتحكم، فعندما تحكم
ألغى حتى التصويت. وأساسا التصويت يقول أينشتاين إنه أسوأ العمليات الديمقراطية، ولكن حتى هذه تجاوزها الحكام. ونرى في أمريكا هناك ما يسمى بالدولة العميقة، يعني ليس التصويت هو الذي يقرر، بل هناك سياسة تستمر رغم تبدل الرؤساء وبمعزل عن قرارات الكونغرس ومجلس النيابي ومجلس السيناتور، لا يهم، وبالعكس يرجعون إلى قرارات التصويت عندما يريدون فقط. يعني مثلا عندما طلب الدول العربية والخليجية من أوباما أن يقصف سوريا، لأنه النظام السوري، لأنه اكتشف أنه كان يستعمل أسلحة دمار شامل وأسلحة غازات سامة، تذرع وقبض الأموال وأموال تغطية القصف والصواريخ التي ستقصف، وتذرع وأوقف العملية متذرعا بتصويت بأن الكونغرس رفض وأنه يجب أن يعود إلى الكونغرس. وهذا إذن هذه كانت ذريعة، والسبب الحقيقي كان أن أوباما كان لا يزال متعلقا بالاتفاقات النووية مع إيران، ولا يريد أن يزيل النظام في سوريا. إذن أكمل، انتهى زمن النقاشات إذن، وصارت الأوامر تنفذ دون نقاش وجدال تحت إرهاب الكلاب الأمنية المخلصة لسيدة الخنزير. صار الإخلاص ليس للوطن وإنما للشخصي، والخنزير القائد صار يمشي على قدميه كالإنسان. ماذا يعني ذلك؟ أي صار يقلد الإنسان، أي الحيوانات. عندما استلمت الحكم رجعت فاسدة كالإنسان. وسكن القصر جونز، إذن عاد قصر جونز، سكن نابليون، عاد وسكن قصر جونز، وصار يحتسي الخمر مثله وليس كما باقي الحيوانات أو كطبيعته السابقة الأصلية. أي الحكام عندما يوغلون في الثراء وفي الحكم ينفصلون عن المجتمع وعن ولا يعودون يشعرون بما يجري في المجتمع، وليس هذا فقط، بل أيضا تسري عليهم صفات الملوك والأثرياء. الدكتاتوريون، الضباط، لأن الضباط الجيش هم الذين يعملون انقلاب، ضباط الجيش الذين يعملون انقلاب على الملك لاحقا يصيرون مثل الملك، متسلطين، يريدون تجديد لأنفسهم في عدة بلدان. مثلا في باكستان برويز مشرف عمل انقلاب وظل في الحكم حتى انتخبوه رئيس. في لبنان على عهد الرئيس أمين جميل، وفي آخر لحظة من انتهاء ولايته عين حاكما عسكريا رئيسا للحكومة، وكان مسيحيا عكس الصيغة اللبنانية التي تفرض أن يكون مسلما، ولكن قال لأنه نظرا لفداحة الواقع وحساسيته والحساسية الأمنية عين حاكما عسكريا هو كرئيس حكومة، وما لبث لكي يقوم بانتخابات نيابية. فما كان منه إلا أن اتفق مع أحزاب أخرى
وميليشيات أخرى أن منعوا عدة مرات انعقاد البرلمان لانتخاب رئيس على أمل أن يتم اتفاق الطائف وينتخب هو رئيس. ولكن بعد اتفاق الطائف كان العرب يريدون رئيسا ذات بعد عربي له علاقات عربية وسياسي ومثقف، فجيء برئيس روني معوض وهو كان وزيرا للتربية وله علاقات عربية، فما كان من هذا الضابط في الجيش إلا أن رفض أن يكون روني معوض رئيسا، وصار هناك حكومتان في لبنان، حكومة عسكرية وحكومة شرعية، واختلف عليها، أي أنها كانت حكومة العسكرية كانت دستورية غير شرعية، أما حكومة روني معوض فكانت شرعية وغير دستورية. وقام بحرب سميت حرب التحرير من الجيش السوري، لأن الرئيس حافظ الأسد لم يقبل بهذا الضابط رئيسا للجمهورية. هذا إذن البارحة قرأت أنه في الصومال رئيس الشرطة حاول منع البرلمان من الانعقاد. لماذا؟ لأن البرلمان كان يريد التجديد لنفسه، بينما كان من المفترض أن ينتخب رئيس جديد. يعني هنا الشرطة تصدت لمحاولات التمديد والتجديد، وكانت تريد أن تسهل لكي تأخذ الشرعية والإجراءات الدستورية مجراها. وتغيرت الشعارات، فبعد أن كانت الشعارات كل الحيوانات متساوية، صارت كل الحيوانات متساوية لكن بعضها أكثر مساواة من البعض الآخر. يعني عدنا هنا إلى عدم المساواة. ونحن كنا نعرف مثلا أن في الاتحاد السوفيتي أن بريجنيف خروتشوف كان الشعب يقف في طوابير المواد الغذائية ولا يتمكن من الحصول إلا على شقة صغيرة لعائلته، بينما كان الزعماء يصطفون في البحر الأسود ولهم عدة قصور في كل الأماكن ويعيشون عيشة الأغنياء، إذا لم نقل القياصرة. في النهاية إذن الحكم أوردت عدة عبر من هذه القصة، وأريد أيضا عبر أيضا أن الحكم لا يأتي لحماية الثورة، بل الحكم والتمسك بالحكم والاستبداد وحكم الآخرين والتمتع بالصلاحيات والمنافع هي تكون الهدف الحقيقي. من يقول الحقيقة يسجن، وعندئذ تعد الحقيقة ثورية ولا تعود الحقيقة من طبيعة النظام الإصلاحي. لا يعود أساسا هناك من إصلاح. السياسة هدفها الإقناع والكذب وتغيير الحقائق، القتل والتعمية على القتل بأكاذيب وأعلان نوايا صادقة هي الكاذبة. إذن النوايا الصادقة تصبح في هكذا النظام هي المريبة. يعني كل شيء في السياسة تصبح تفهمه عكس. يعني إذا قال السياسي أن الوضع مستتب، نستنتج أن الوضع خطير وليس ممسوكا. يعني هذا هو الكذب في السياسة. العمل السياسي يهدف إلى الإقناع بعدمية الثورة وضرورة الخضوع، وفي النهاية يجب أن نخضع لإرادة وسلطة
أصحاب المزارع، هذا ما كان يريد قوله قوله جورج أورويل، من أن كل ما يجري من حروب هي لإخضاع الحيوانات، لإعادة إخضاعها إلى سلطة أصحاب المزارع. وهنا أيضا ما جرى في الربيع العربي من عدم الإنصات للشعب ومن إركاع الشعب وإذلاله، كان هدفه أن يعود الشعب إلى سلطة الحكام. هناك أيضا بعض الأفكار، مثلا أن الولاء المطلق يعني انعدام الوعي، وفكرة أخرى أنه من غير الممكن لأي شخص مفكر أن يعيش في مجتمع من غير أن يرغب في تغييره، وأن لغة السياسة تم تصميمها لتجعل الكذب يبدو صادقا والقتل محترما. هذه أقوال وجدتها مناسبة لتكون عبرة لهذه القصة، لن يثوروا حتى يعوا ولن يعوا حتى يثوروا، هذا أعتقد قاله ألبير كامي. في زمن الخداع يكون قول الحقيقة عمل ثوري، كلما ازداد ابتعاد المجتمع عن الحقيقة كلما ازدادت كراهيته للذين يقولون الحقيقة. إن اللغة قد تفسد الفكر، ماذا يعني هذا؟ يعني أن الإعلام يلعب بعقول الناس، اللغة تخدن بجيبهم، تجعل المستبد نابليون تجعل له صورة كما رأينا، صورة الرقيق القلب. وربما لا يرغب الإنسان أن يحب أكثر من أن يفهم، قد يكون الإنسان سعيدا فقط عندما لا يكون هدفه هو السعادة. هذه جملة يقولها دوستويفسكي، من يتحكم بالحاضر يتحكم بالماضي. اتفق أصحاب المزارع على أن يلجأوا للكثير من المبالغة والكذب لكي لا تقتنع حيواناتهم أن الثورة التي قامت بها كانت عملا طائشا ووبالا عليهم، وأن الحيوانات يجب أن تقف إلى جانب أصحاب المزارع. هذا ما نستنتجه من هذه القصة، يستعمل الخداع والكذب والإعلام من قبل الذين لا يحاربون. رأينا أن كرة الثلج التي حارب استبعد، وأن اللقلاق الذي لم يحارب، وأن نابليون الذي لم يحارب استلم السلطة. هنا يريدني مثل، يقال إن رئيس معمر القذافي كيف وصل إلى السلطة؟ عندما انقلبوا على الرئيس السنوسي كان هو ضابط كبير، كان عقيد، لذلك يقال إنه العقيد معمر القذافي. الجهة التي نظمت الانقلاب أدخلته في الانقلاب، ولكن قالت له إنك بما أنك من النظام القديم فكل ما نطلب